ودع مئات الآلاف من الإيرانيين الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه الذين ألقوا حتفهم في حادث تحطم مروحية الأحد الماضي. وقد أدى المرشد الإيراني علي خامنئي صلاة الجنازة صباح اليوم على جثمان الرئيس الإيراني الراحل. ومن المقرر أن تختتم مراسم التشييع للرئيس الإيراني غدا الخميس في مدينة مشهد حيث مسقط رأسه ويوارى الثرى. كانت مراسم جنازة حاشدة قد أقيمت للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه في مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية، حيث سقطت المروحية التي كانت تقلهم، ثم تم نقل النعوش إلى طهران لإقامة مراسم تشييع شارك فيها مئات الآلاف. وينضم إلي من القاهرة الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، وكذلك الأستاذة نرمين سعيد الباحثة بالمركز المصري للفكر ودراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا بكما. وأبدأ مع دكتور محمد كمال. دكتور محمد، كيف ترى الأصداء السياسية لهذا الرحيل المفاجئ للرئيس إبراهيم رئيسي؟ يعني بالتأكيد ما حدث من وفاة الرئيس الإيراني هو حدث كبير سواء بالنسبة لإيران أو على المستوى الإقليمي بسبب دور إيران في المنطقة. حدث كبير لأن ليس فقط رئيس الجمهورية هو الذي توفي في هذا الحدث، ولكن عديد من القيادات ومنها وزير الخارجية. طبعا هناك العديد من الأسئلة التي تثار حول الحدث نفسه، وهل هناك أيدي داخلية أو أيدي خارجية. لا أعتقد أننا سوف نصل إلى إجابة قريبا فيما يتعلق بهذا الأمر، والأرجح أن ما حدث هو مشكلة فنية في الطائرة لها ما يبررها، وهو أن الرئيس الإيراني ومرافقيه استخدموا طائرة أمريكية من طراز قديم، وإيران خاضعة لعقوبات أمريكية وعقوبات غربية بالتأكيد بتؤثر على أسطولها الجوي سواء الأسطول المدني والأسطول العسكري. بالتأكيد سوف يكون هناك تداعيات داخلية كبرى لوفاة الرئيس الإيراني، أهمها أن المجتمع الإيراني والنظام السياسي الإيراني لم يكن مستعداً بعد لهذا الحدث، وكان له ترتيبات أخرى تتعلق بمستقبل الرئيس الإيراني وإمكانية أن يخلف المرشد العام للثورة الإيرانية. ولكن دكتور كمال، يعني ما نقلته رويترز أمس أنه تم إزالة اسم رئيسي قبل 6 أشهر من لائحة خلافة المرشد، أعتقد أنه خبر فارق يعني في هذا التوجه. يعني أنا أعتقد دي وجهة نظر، لكن هناك العديد من التحليلات الأخرى التي تؤكد أنه كان مرشحا رئيسيا، وأن المرشح الآخر كان هو ابن المرشد العام خامنئي، وأن هناك كثير من الجدل بشأن أن يخلف الابن الأب في مجتمع يستند إلى شرعية ثورة إسلامية قامت يعني بالثورة وأطاحت بنظام ملكي هو نظام الشاه. فأنا أعتقد أن رئيسي كان أحد المرشحين الأقوياء، ويرتبط بذلك أيضا أن وزير الخارجية كان مرشحا بأن يكون الرئيس. فالآن السيناريو المتعلق بمستقبل الخلافة المرشد وخلافة الرئيس يعني سوف يحتاج تعديل بشكل كبير وفي وقت قصير. طيب
التداعيات السياسية أستاذة نرمين الآن، التفاعلات، ما الذي يحدث في الداخل الإيراني، خصوصا أن الاضطرابات في الشارع الإيراني كانت منذ عامين كانت واضحة، هناك صعوبات اقتصادية جمة، هناك تضييق على المرأة، تضييق على المعارضين، هناك أمور كثيرة جدا في الداخل الإيراني حتى دفعت بنسب المشاركة في انتخابات مارس الماضي إلى ما دون 41%. برأيك كيف سيؤثر هذا على الانتخابات القادمة والرئيس القادم في إيران؟ يعني بداية تحياتي لحضرتك ولمشاهدين القاهرة الإخبارية. يعني أنا أتصور أنه المشهد الداخلي في إيران هو اتجه فورا لمحاولة ترتيب الصورة من حيث الأشخاص وليس من حيث السياسات. يعني النظام الإيراني كما نعلم هو يعني يستند إلى مرجعية فيها تراتبية معقدة من حيث هيكل النظام، ويعني هو نظام أيديولوجي بشكل كبير، ولذلك يعني لا أتصور أن تغيير الفرد فيه يؤثر على شكل السياسات وفعالية السياسات يعني بالطريقة التي نتصورها. يعني السياسات كلها في يد المرشد الأعلى، ويعني النظام الأيديولوجي يسيطر على كل مفاصل الحكم. التحركات كانت على عدد من المستويات، يعني كان أول اجتماع لمجلس خبراء القيادة منذ أن انتخب في مارس الماضي، كان أول اجتماع بعد وفاة أو مقتل إبراهيم رئيسي في حادث المروحية. وأنا أتصور أن هذه محاولات أيضا من جانب المرشد الأعلى للسيطرة على كل مفاصل الحكم داخل الجمهورية الإسلامية، تمهيدا يعني لترتيب الصورة ليس فقط فيما بعد إبراهيم رئيسي، ولكن حتى فيما بعد المرشد، وهو يعني كبير في السن تجاوز 85 عاما، كما أنه يعني يعاني من مشاكل صحية. على مستوى يعني الشارع الإيراني، أنا أتصور أنه قد يكون هناك تعاطف مع التيار المتشدد داخل إيران، وربما هذا ما يقلق بعض الدول إقليميا، أن التعاطف داخل إيران ناحية التيار المتشدد سوف يزيد، سواء كان السيناريو المتعلق بحادث الطائرة هو حادث عرضي نتيجة سوء الأحوال الجوية أو عورة المنطقة، أو سواء يعني كان هناك نظرية المؤامرة في الموضوع، وهذا هو ما يقلق أطراف إقليمية كثيرة، أن يصل تيار أكثر تشددا إلى السلطة داخل إيران، خاصة أن إبراهيم رئيسي يعني كان منفتحا بعض الشيء فيما يتعلق بالسياسات الخارجية. يعني إيران في عهده انضمت لمنظمة شنغهاي وانضمت لمنظمة بريكس، هذا على المستوى الاقتصادي. كان هناك اتفاق تاريخي مع المملكة العربية السعودية، وبالتالي كانت هناك سياسات منفتحة بعض الشيء. التشدد الذي يعني قد يسيطر على النظام الإيراني بعد وفاة إبراهيم رئيسي هو مدعاة للقلق في الأوساط الإقليمية. نعم، طيب اسمح لي أتحول دكتور محمد كمال مرة أخرى. دكتور محمد، يعني التفاعلات السياسية الآن برأيك إلى أي مدى ستؤثر على شكل الرئيس القادم؟ نتحدث عن تيار إصلاحي، نتحدث عن تيار متشدد، نتحدث بينهما شارع ربما كان من فترة ليست بعيدة كان ساخط على الظروف الاقتصادية، ساخط على التعامل في عدد من القضايا الاجتماعية الداخلية. يعني أنا عايز أؤكد مرة أخرى على أن المنصب الأهم في النظام الإيراني هو منصب المرشد، هو بمثابة رئيس النظام، القائد الأعلى للقوات المسلحة، له نفوذ كبير على الحرس الثوري. رئيس الجمهورية هو بمثابة رئيس الوزراء في النظم الأخرى، ويكون اهتمامه بالأساس بالقضايا الداخلية وخاصة قضايا السياسة الخارجية. ولكن لا يمنع أنه في حالات سابقة كان بعض رؤساء الجمهورية لهم اهتمام بقضايا السياسة الخارجية وتحسين العلاقة مع الولايات المتحدة وتوقيع الاتفاق النووي إلى آخره. أعتقد أن السؤال الأهم والذي سوف يعني يساهم في تشكيل مستقبل الخريطة السياسية في إيران هو من سوف يسمح له بالترشح لانتخابات الرئاسة. كما نعلم فأن هناك ما يسمى مجلس صيانة الدستور، هو الذي يتولى الموافقة على المرشحين ويقبل من يشاء ويستبعد من يشاء.
إذا كان التوجه هو الاستمرار في نهج أصولي تشددي قريب من موقف المرشد في إيران، فأعتقد ذلك سيكون له تأثير سلبي داخلي. وزي ما حضرتك أشرت منذ دقائق أن معدلات المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية الماضية كانت متدنية، وهذا يدل على أن هناك مشكلة داخلية تتضح في غياب المنافسة الانتخابية وغياب أي ممثل للتيار أو ما يسمى بالتيار الإصلاحي. وبالتالي إذا كانت الانتخابات القادمة فيها من يمثل التيار الأصولي وفيها من يمثل التيار الإصلاحي، فسوف يؤدي إلى حيوية في النظام الإيراني. ولكن هل هذا سيحدث؟ هذا هو السؤال دكتور، هل سيسمح لتيار إصلاحي بالوجود أمام التيار المتشدد؟ هناك وجهتي نظر. وجهة النظر الأولى تقول يعني دعنا نستمر في تماسك النخبة، نخبة متشددة، وأن يكون الرئيس القادم على وفاق مع المرشد. لكن الجانب السلبي لوجهة النظر هذه هي أن الإقبال على الانتخاب سوف يكون ضعيف، وبالتالي سوف يكون مؤشر للعالم وللداخل الإيراني أن يعني شعبية النظام في إيران يعني تتعرض لقدر من المخاطر. في حالة أن يكون هناك مرشح إصلاحي، وأنا بقول برضو مرشح إصلاحي هو سوف يكون من نفس القماشة، يعني كحسن روحاني مثلا، يعني بالضبط هو هيكون برضو من أبناء الثورة الإسلامية الملتزمين بمبادئها، ولكن قد يكون له بعض الأفكار الإصلاحية فيما يتعلق بالاقتصاد، فيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة والغرب، فيما يتعلق بملفات الحريات الشخصية والحجاب إلى آخره. فهو إصلاحي بالمفهوم الإيراني وليس بالمفهوم العام. في حالة وجود مرشح إصلاحي كما ذكرت من قبل يتنافس مع مرشح أصولي، سوف يعني يزيد الحيوية، سوف يؤدي إلى زيادة أعداد الناخبين، ويعطي رسالة ثقة في نظام الثورة الإسلامية. هذا السؤال لم يحسم بعد، هل سيتم السماح بأن يكون هناك مرشح إصلاحي في مواجهة مرشح متشدد أو أصولي، ولكن سوف نعرف قريبا، لأن الانتخابات يعني سوف تكون أعتقد في الأسبوع الأول من يونيو، وسوف يتقدم مرشحون وسوف يتولى مجلس الخبراء تحديد من له صلاحية الترشح. نعم، يعني سنكون أكيد بعد 50 أو أقل من 50 يوم من الآن أمام الانتخابات الرئاسية. أستاذ نرمين، يعني هل لديك إجابة لهذا السؤال الذي طرحه دكتور محمد كمال؟ لا نعرف إذا كان هناك اسم لمرشح إصلاحي على قائمة المرشحين، أو سيكون من بين قائمة المرشحين، أو حتى هناك نية لوجود رئيس إصلاحي الآن؟ يعني أنا أتصور في ظل الوضع الحالي لإيران أن الانتخابات ستكون صورية بشكل كبير كما كانت الانتخابات السابقة. سيتم استبعاد المرشحين الإصلاحيين مثل علي لاريجاني وحسن روحاني لصالح المرشحين المتشددين. أعتقد أن هناك يعني اتجاه للسير في هذا الطريق. ربما هناك تمهيد أيضا لأن يكون مكتبي ابن المرشد الأعلى هو المرشد القادم. على المستوى يعني الاقتصادي، أعتقد أن هذا التيار ربما سيسبب ضررا أكبر للاقتصاد الإيراني،
الذي هو بالأساس متدهور، خاصة بعد يعني اشتعال حرب غزة في أكتوبر الماضي. يعني وصلت العملة الإيرانية لمستويات قياسية أمام الدولار، التضخم تقريبا يراوح 40%، معدلات البطالة أيضا مرتفعة. فأنا أتصور يعني أن تكرار وصول مرشح متشدد إلى منصب الرئيس ربما يضر بمسار الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة ومسار التفاوض. وإذا يعني لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، ستظل العقوبات مفروضة على إيران، وهي أكبر ضرر على الاقتصاد الإيراني. وكذلك ستظل إيران ممنوعة من مسألة التصدير، ممنوعة من تطوير يعني منشآتها وتطوير أسلحتها، ويعني سيسبب ضرر كبير للاقتصاد الإيراني. وفي حال توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة، سيكون هناك رفع لهذه العقوبات، سيتم الإفراج عن أموال إيران المجمدة في البنوك الغربية. ولكن أيضا في هذه الحالة هناك تخوف من دول إقليمية من أن تستخدم إيران هذه الأموال بعد أن يتم الإفراج عنها في تطوير ترساناتها، سواء من الأسلحة أو من الصواريخ. ولذلك أنا أعتقد يعني أن على مستوى الاقتصاد الإيراني هو يعاني من مشاكل هيكلية لا تتأثر كثيرا بتغيير شخصية الرئيس، وإنما تتأثر بأن النظام الإيراني هو نظام أيديولوجي يخدم هذه الفكرة أو فكرة الثورة الإسلامية، ولا يخدم الاقتصاد بشكل كبير. فإيران تعاني من مشكلة على مستوى المياه، على مستوى الصناعة، على مستوى التصدير، وتعتمد بشكل أساسي على صادرات النفط والغاز الطبيعي بشكل طبعا غير مباشر، لأنها مفروض عليها عقوبات هي الأخرى. طيب دكتور محمد، بعد الانتخابات الإيرانية ومن المفارقات بعدها بأشهر قليلة جدا ستأتي الانتخابات الأمريكية، وفي هذه الحالة إن جاء الرئيس السابق دونالد ترامب مرة أخرى إلى البيت الأبيض، ستعود المواجهات، ستشدد العقوبات كما تفضلت الأستاذة نرمين. يعني مسألة الأموال الإيرانية في الخارج، قد تكون إدارة بايدن تعاملت بشيء من التهاون أو التباسط في هذا الأمر، وكانت إيجابية مع إيران في خروج هذه الأموال لإيران مرة أخرى. ولكن إن جاء ترامب، فأعتقد أن الإدارة الإيرانية تحتاج إلى سمات خاصة في الفترة القادمة. هل تتفق مع هذا الطرح؟ يعني أنا الحقيقة لا أرى أن في أو كان في اختلاف ضخم بين سياسة الرئيس الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري السابق ترامب. يعني دعنا نتذكر أن عندما تم توقيع الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران، كان بايدن هو نائب الرئيس الأمريكي أوباما في ذلك الوقت، وأثناء حملته الانتخابية كمرشح رئاسي ضد ترامب، وعد بالعودة إلى الاتفاق النووي مرة أخرى. الآن فترة الرئيس بايدن قربت على الانتهاء، ولم يحقق هذا الوعد، وما زال ما فعله الرئيس ترامب هو سياسة الولايات المتحدة. فيما يتعلق بتخفيف العقوبات، أنا أعتقد كان شيء محدود جدا ولم يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، لأن العقوبات الأمريكية في مجملها ما تزال قائمة. وبالتالي إذا فاز الرئيس ترامب بالرئاسة وصل إلى البيت الأبيض، سوف تستمر نفس السياسات. لا أعتقد أن هناك أي أمل في عودة الولايات المتحدة مرة أخرى للاتفاق النووي، ولكن هذا من ناحية أخرى، وخاصة إذا وصل رئيس إيراني أصولي متشدد، سوف يؤدي إلى تسارع البرنامج النووي الإيراني. وهنا بقى المسألة ممكن تدخل في تصعيد ما بين الولايات المتحدة وإيران، وأيضا إسرائيل وإيران. ولا أستبعد أن يكون هناك يعني رد فعل أو عمل عسكري لو جاء الرئيس ترامب إلى السلطة، سواء إسرائيل أو إسرائيل بمباركة من الولايات
المتحدة. لكن أنا أعتقد أنه بصمة الرئيس القادم سوف تقتصر على قضايا الاقتصاد وإلى حد ما قضايا الحريات الشخصية، أما قضايا الأمن القومي فسوف تستمر في يد مرشد الثورة الإيرانية. السؤال الحقيقي أو السؤال المهم هو ماذا سيحدث إذا يعني تقاعد أو تغير مرشد الثورة الإيرانية؟ هذا يعني سنفتحه للمستقبل. أكيد يعني نعم. في النهاية هو من يسيطر على المشهد السياسي الإيراني داخليا وحتى يرسم الخطط السياسية الخارجية. أشكرك شكرا جزيلا من القاهرة دكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، والشكر موصول للأستاذة نرمين سعيد الباحثة بالمركز المصري للفكر ودراسات الاستراتيجية. شكرا جزيلا لكم.